تبديل وحيد عامله ابراهيم صلاح المدير الفني لنادي بلديه المحله عن او بخلاف المباراه السابقه لنادي بلديه المحله. طبعا ادي محاوله المرور وهدف اول، هدف اول لمنتخب السويس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حلو الكلام في الدقيقه الخامسه من عمر واحداث الشوط الاول. يفاجئنا بكره مرتده اماميه طويله جدا لنادي منتخب السويس، هدف اول في اللقاء عملها الهداف، عملها القناص عوض التهامي، عوض التهامي صاحب الهدفين في المباراه السابقه لمنتخب السويس. ادي على طول الدبل باص وادي شيكا. يا سلام يا شيكا، شوف البينيه، اوه مش ممكن، ده عملها من قدام طارق سامي كانه نيمه تنويم مغناطيسي. عوض التهامي اللاعب القادم من نادي كفر الشيخ. يا سلام على التمريره بالملي والسنتي، بالملي والسنتي، خدع الجميع. عوض التهامي ويسجل ثالث اهدافه هذا الموسم بحروف منه، بحروف منه. ادي انطلاقه على طول لنادي منتخب السويس، عرضيه جوه منطقه الجزاء في منتهى الخطوره، هدف ثاني. يا سلام يا سلام يا شيكا، يا سلام يا شيكا، والتمريره الاولى في الهدف الاول مزيكا، والثانيه ايه؟ والثانيه موسيقار، موسيقار محمد زكريا شيكا، الاولى اسيست والثانيه تسجيل، وينجح منتخب السويس فيما قل ودل في تسجيل هدف ثاني مع بلديه المحله. البلديه يلعب والمنتخب السويس يكسب، هو ده العنوان، عنوان الفتره القادمه. ادي اللعبه، وهنا بقى العب يا راجل، العب يا راجل على الكوره، لكن من زاويه ضيقه جدا وبرجله اليمين اللي عملها مين؟ محمد زكريا شيكا، شيكا شيكا شيكا، وهدف مزيكا، هدف مزيكا في الزاويه الضيقه وبسن رجله اليمين على شمال حارس المرمى احمد حسين عشان يسجل اول اهدافه في هذا اللقاء. واول يعني التبديل، على فكره في فرق بين التبديل والتغيير. التبديل هو نزول لاعب وخروج لاعب من بره الملعب، نزول لاعب من بره الملعب وخروج لاعب من جوه الملعب، ده التبديل. اما التغيير فهو تغيير في مراكز اللاعبين، يعني مثلا اللي في رجله الكره ده حسام حسن كان بيلعب باك يمين، حصل له تبديل. وادي تصويب عالمي عالمي عالمي، يا هدف من الزمن الجميل، هدف من الزمن الجميل عملها اللاعب البديل اسلام زياده، والكوره حلوه بزياده، الكوره حلوه بزياده يا اسلام، يا على الهدف وجماله، يا على الهدف وروعته. ادي اللعبه وادي اسلام، ومفيش حد بيضغط، مفيش حد، اوه قنبله، قنبله قذيفه، قذيفه مدفع الافطار، اضرب اضرب يا اسلام، بوم، تصويبه قويه جدا جدا في المقص، ولا احمد السعداني ولا حارس مرمى واقف جنبه كمان، صعبه جدا. يا خبر ابيض على الكوره، يا على الكوره يا اسلام يا زياده، مش ممكن. اسلام زياده لاعب نادي بلديه المحله القادم من نادي القناه.